يقول سفري إلى جدة إلى بلدي يحتم علي التواجد في مطار جدة قبل صلاة العصر، فهل يجوز لي تقديم العصر هنا في الحرم كي أدرك 100,000؟ نعم، إذا كنت نويت السفر وأنت جئت إلى مكة للعمرة وبقيت فيها أيام أقل من 4 أيام فأقل، فلك القصر ولك الجمع. أما إذا أقمت في مكة مدة طويلة تزيد على 4 أيام أليس لك القصر ولا الجمع، والعصر تصليها في المطار، في مطار جدة الحمد لله في مصليات. نعم.